هتكلم في الحلقة دي عن جراحات السمنة في الأطفال. الأطفال من سن 12 ل 18 سنة. بس مين هو الطفل اللي ممكن نعمل له عملية؟ نقدر نقول إن هو لو زايد 30 كيلو في أكتر عن وزنه الطبيعي، يعني مثلا طوله 150 سنتي ووزنه 80 كيلو 85 90 كيلو. هنا نبتدي نفكر إن هو محتاج عملية جراحات سمنة. لما نحب نيجي نتكلم على المشاكل والمزايا بتاعت جراحات السمنة في الأطفال، نتكلم الأول على المشاكل. أنا بشوف إن أكتر مشكلة في جراحات السمنة في الأطفال هي التأخير. معقولة يا دكتور التأخير؟ يعني ممكن أعمل عملية لابني في سن صغيرة كده؟ أيوة. ليه بقى؟ أحسن ما نضيع فترة كبيرة من عمره، الفترة دي ممكن تبقى في حدود سنين كمان، بدرجة من درجات عدم التكيف مع زمايله، مع أصحابه، مع أصدقائه في النادي، لو في رياضة معينة عايز يمارسها بس الوزن بتاعه بيقف حائل إن هو يقدر يمارس الرياضة دي. بس كده لأ، هو كمان هيبقى تحت ضغط من أهله، من صحابه، الناس اللي حواليه بكلمة خس، حاول تخس، انت ازاي ما بتخسش، حاول ان انت تضغط على نفسك، انت ما عندكش إرادة، انت مش عارف تقفل بقك. ومن هنا ده هيأثر جدا على الحالة النفسية للطفل. لو هنتكلم على المزايا، لا تعد ولا تحصى. أول حاجة معدل النزول، معدل النزول بيبقى بعد عملية السمنة في الأطفال سريع جدا، لأن الحرق بخيره، ده لسه الحرق كويس جدا عنده، رغم ان اللي حواليه واهله فاكرين ان الحرق عنده فيه مشكلة. الحاجة التانية هي الـ 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 النتيجة السريعة دي بتبقى جميلة جدا للطفل. ليه بقى؟ هو مين اللي بياخد القرار في العملية دي؟ غالبا الاهل، فهو بيبقى تحت ضغط من الاهل والقرار غالبا مش قراره، فهو محتاج يشوف التعب اللي تعبه نتيجته سريعة. وده كمان مهم جدا للأب مثلا اللي خد القرار، هو محتاج يشوف النتيجة تبقى سريعة بالتالي يطمئن انه خد القرار السليم. بعد 3 او 4 سنين من عمره من بعد العملية هيبتدي يدخل في السلك الجامعي ويبتدي يتعرف على ناس كتير جدا، هيحس ان هو انسان طبيعي. هل على مستوى الشكل؟ هل على مستوى الوزن وبس؟ لا، على مستوى نظام الأكل كمان، يعني القطمة والقطمتين والتلاتة اللي كانوا بيقعدوا أول 3 أو 4 شهور بعد العملية، خلاص هو دلوقتي بياكل وجبة شبه طبيعية وبالتالي بيحس إنه طبيعي تماما. إيه العمليات اللي تتعمل في السن الصغير؟ هي عملية التكميم هي أفضل عملية بتتعمل في السن الصغير ده. في رسالة بس عايز أوجهها في الآخر لأهل الطفل بالذات، حاول ما تديش ودانك لكلام كتير وحاول ما تسمعش كلام كتير سواء إيجابي أو سلبي. إزاي؟ لو كلام إيجابي مثلا اللي هو انت ازاي ساكت على ابنك كده، حاول تعمل له عملية، ده فلان عمل لابنه عملية وجابت نتيجة كويسة جدا. او كلام سلبي من ناحية انت معقولة هتعمل عملية لابنك وهو سنه صغير كده، انت ازاي مؤثر معاه للدرجة دي، ازاي مش قادر تخليه يعمل رياضة، ازاي مش قادر تخليه يضغط على نفسه عشان يعمل دايت، انت اكيد مؤثر معاه. لا الكلام ده ولا الكلام ده هيؤدي الى نتيجة، انت اسأل حد متخصص عشان تخلي ابنك يعيش حياته بصحة وشكل احسن بعد كده. السلام عليكم.